هذا وقد أجرت كاميرا التلفزيون المصري عددا من اللقاءات مع نواب مجلس الشيوخ، وأكد النواب على أهمية مشروع حياة كريمة بالنسبة للمواطن المصري، حيث نجحت في توفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين. مجلس الشيوخ بيناقش خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجلس الشيوخ للعام المالي 24-25، والحقيقة الخطة مهمة، والعرض اللي عرضته النهاردة وزير التخطيط أمر مهم جدا، بيحط لنا ملامح خريطة الفترة القادمة للعام القادم لكل القطاعات. أهم ما في هذا الأمر أن الخطة بتأتي خطة طموحة في وسط تحديات اقتصادية وسياسية على مختلف دول العالم، وإحنا طبعا بنتأثر بهذا التأثير، ولكن إحنا عندنا طموح أن إحنا يكون عندنا استثمارات أكتر في جانب، وبالأخص بعد مشروعات البنية التحتية، في بناء الإنسان وتنمية الموارد البشرية والاهتمام بقطاع الصحة والتعليم، فكانت جوانب مهمة النهاردة تم مناقشتها في مختلف القطاعات. الخطة اللي عملتها وزارة التخطيط خطة واضحة، خطة جيدة، راعت حقوق الإنسان المصري، لأن حقوق الإنسان لم تصبح كما كانت قديما رأيا أو انتخابا أو تعبيرا، أصبح حق الإنسان في مسكن حق من حقوق الإنسان، حق الإنسان في كوب ماء نظيف حق من حقوق الإنسان، حق الإنسان في بيئة صحية حق من حقوق الإنسان. ويمكن حياة كريمة جاءت من الدولة معبرة عن هذا المنهج الجيد للاهتمام بالمواطن المصري، ودخلت كل مواطن المكان المصري والقطر المصري من الصعيد إلى بحري إلى السواحل، وراحت لأبعد نقطة في الشارع المصري، وهذا شيء محمود للحكومة والدولة المصرية. ونتمنى مزيد من الاهتمام بالصحة، لأن الإنسان ممكن أن يتحمل ألم الجوع، لكن صعب جدا عليه أن يتحمل ألم المرض. نعي جميعا الظروف الاقتصادية اللي مرت على مصر في الأعوام السابقة، وما زالت تحديات غير مسبوقة بنسارع بها الزمن، والدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية حقيقي بكل يوم شغل جديد بمبادرات جديدة عشان نقدر نعدي المرحلة. ولكن احنا عقبنا النهاردة على ان لازم في خطتنا ان احنا عندنا حاجتين مهمين جدا لازم الحكومة تنظر لهم بشكل أفضل من كده. النهاردة الخطة في الصحة والتعليم.